أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. الأبطال في مختلف الجبهات أعادوا تسطير ما خطوه الآباء والأجداد من الخطوط الأمامية لمواجهة الميليشيات الكهنوتية، وقاموا بإيقاد شعلة العيد 58 لثورة 26 من سبتمبر من مختلف الجبهات وأيادهم على الزناد، مؤكدين أن تضحيات أبطال ثورة 26 من سبتمبر لن تذهب هدراً، وباعثين رسائل تؤكد مضيهم حتى استعادة الجمهورية اليمنية التي تحاول الميليشيات عبثاً وأدها. إيقاد شعلة العيد 58 لثورة 26 من سبتمبر في أكثر من جبهة بمختلف محافظات الجمهورية، تأكيد لميليشيات الحوثي بأن المارد السبتمبري سينهض من تحت رماد لينهي محاولة الارتداد الإمامي على النظام الجمهوري. بالروح بالدم نبتئك يا يمن. الأبطال المرابطون من أفراد وجنود وضباط القوات المشتركة في مدينة الحديدة أوقدوا الشعلة على خطوط التماس مع ميليشيات الحوثي في شارع 50، موجهين رسالة مفادها أن النار السبتمبرية التي انطلقت عام 62 لم يخبو أوارها وفي حالة اتقاد دائم، وستظل متوهجة لتحرق أوراق ميليشيات الحوثي المكشوفة في الساحل الغربي حتى تحرير عروس البحر الأحمر منها. لهذه المناسبة العظيمة ننتهزها فرصة ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعبنا اليمني العظيم. هذه شعلة 26 سبتمبر أمام اللواء الثالث الكتيبة الثامنة تحرق في خط التماس أمام متارس العدو في الدفاع الساحلي. بتزامن مع ذلك واحتفاء بالعيد السبتمبري المجيد، أوقد المرابطون في شارع صنعاء بمدينة الحديدة الشعلة، مؤكدين أنه لن يهدأ لهم بال ويقر لهم قرار حتى إيقاد الشعلة في قلب العاصمة صنعاء التي بزغ منها فجر الثورة السبتمبرية الخالدة. نهلنا المقاومة الوطنية في الساحل الغربي ونهلنا الشعب اليمني بحلول العيد الوطني 26 من سبتمبر. ومن أقصى الغرب إلى أبعد نقطة في الشمال حيث محافظة صعدة، وهناك أكد المرابطون من أبطال القوات الحكومية أنهم سبتمبريون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما كان لقيادة محور البقع في المحافظة ذاتها حظ من إيقاد شعلة الثورة التي قضت على ثالوث الإمام المتمثل بالجهل والفقر والمرض. نقف تحية إجلال وإكرام للأبطال الميامين الذين جددوا ثورة سبتمبر على نهج آبائهم الأحرار. في الوقت ذاته أقام أفراد اللواء الأول حرس حدود في محافظة الجوف عرضا عسكريا مهيبا احتفالا بتخرج 4 دفعات عسكرية بتزامن مع احتفالات شعبنا بثورة 26 من سبتمبر التحرير. احتفاء بالذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر مجيد وخير، وبمناسبة تخرج الدفعة الأولى إيقاد شعلة سبتمبر التحرير فجر النضال في مختلف محافظات اليمن، تأكيد على أن الجمهوريين الذين أنهوا حكم الإمامة الممتد لأكثر من 1000 سنة لن يعجزهم عبث الإماميين الجدد خلال بضع سنوات، وأن ميليشيات الحوثي وإن كسبت معركة فإنها لم ولن تكسب الحرب أمام قلوب تنبض بحب الوطن الجمهوري، وستمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحالي. المقدم ركن ياسر صالح الخبير العسكري معي عبر الهاتف، مرحبا بك. مرحبا أخي العزيز. نعم، من خطوط التماس هذه الرسائل التي يبعث بها الأبطال وهم يواجهون الميليشيات الحوثية، ما دلالة هذه الرسائل؟ نعم، تحية لك ولهؤلاء الأبطال الذي على التماس المباشر أوجدت شعلة 26 سبتمبر. حقيقة هي هنالك رمزية مؤكدة أن الحرية هي قدر وليست اختيار، وبالتالي قدر هؤلاء الأبطال أن يشترحوا حريتهم اشتراحا ولا يستجدونها من الميليشيا الحوثية أو من غيرها من المشاريع الضيقة التي تحاول أن تعود باليمن إلى ما قبل 26 سبتمبر.
دلالة مؤكدة أن الجميع يقف على خط التماس للدفاع عن هذه الثورة المباركة وثورة 14 من أكتوبر ومايو العظيم. كل هذه الدلالات تدل أن فجر سبتمبر لم يغيب، أن فجر سبتمبر سيظل حاضر في أذهان الشعب كبيرهم وصغيرهم بدون استثناء. كل كيانات المجتمع احتفلت بهذا العيد احتفال غير مسبوق حقيقة الأمر، تأكيد للمؤكد وهو أن ثورة 23 سبتمبر هي الثورة الأم لليمن بأكملها، ولن تنطفئ شعلتها مهما حدث ومهما حاول البعض إزهارها. نعم، هذه اللوحة التي رسمها الجميع، كيف تؤكد عدم تفريط أبطال اليوم بما قام به أبطال 26 من سبتمبر عام 1962؟ هي تؤكد واحدية المصير في البداية، وتؤكد أيضا وحدة العقيدة العسكرية للضباط الأحرار والضباط الذي الأجيال من الضباط التي تعاقبت فيما بعدهم، التي حملت الراية وأقسموا فيها بالحفاظ على أمن ووحدة واستقرار هذا البلد الذي كان كل هذه الركائز هي نتاج لهذه الثورة السبتمبرية. فبالتالي لا تستغرب أن يستمر العهد أو أن يتجدد العهد من الضباط ومن الخلف للسلف، سيتمسكون بقسمهم العسكري، سيتمسكون بثورة 26 سبتمبر، سيؤكدون أن عقيدتهم واحدة وأن هدفهم لا يقل عن هدف الضباط الأحرار الذي أوجدوا هذه الثورة. سيستمر النضال من أجل بقاء أهدافها شامخة بإذن الله. نعم، ابقى معي سيادة المقدم إذا سمحت. عبد الله عسيلي الناطق باسم قوات الزرانيق، مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم، ومرحبا بكل الضيوف. نعم، حدثنا كل السبتمبريون. نعم، حدثنا أكثر عن معنويات الأبطال في الميدان، وما الذي يجعل برأيك المقاتلين يقولون كل هذه الرسائل من الخطوط الأمامية لمواجهة الميليشيات الحوثية؟ ما شهدته مدينة المخاو لأول مرة وهو الاحتفال بالذكرى 58 وإيقاد شعلة 26 من سبتمبر، وحدت الكل، وحدت الصفوف ورفعت المعنوية لدى الكل، لدى الكل في الساحل الغربي ولدى المقاتلين أيضا. عزف الكل ووقف ثابت أما يستمع للنشيد الوطني، رددي أياتها الدنيا نشيدي رددي وعيدي. بعد أن أهلكتهم الميليشيات الحوثية وشردتهم ويأستهم من الجمهورية اليمنية، عادت الروحانية كذلك المقاتلون، أشعلوا الشعلة في الجبهات كلها ولو بنيران أشعلوا الشعلة، وأرسلوا رسالة واضحة للحوثي أنه لن يعود هذا النظام. هذه الثورة فيما مضى كنا في أمن وأمان، وكانت تمر علينا مرور الكرام. نعم، كانت توقد في صنعاء، ولكننا لا نستقبلها ولا نعرف ما قيمتها إلا بعد أن شردنا الشيعة الحوثي وهي تبحث عن استعادة للنظام الإمامي. عرفنا قيمة الجمهورية اليمنية، وعرفنا ماذا تعني لنا الجمهورية اليمنية، وماذا يعني النظام الجمهوري الدستوري المتساوي المعتدل. الكل وقف والكل رحب بهذه الثورة، وكانت لها روحانية غير عما سبق صراحة في الساحل الغربي. عزيزي الكريم، نعم ابقى معي. نعم ابقى معي سيادة المقدم ركن ياسر صالح. هذا الوهج في إيقاد الشعلة في مختلف الجبهات، يعني كل بما استطاع، يعني ويعني أجمع الجميع على إيقاد هذه الشعلة في مختلف الجبهات، كيف يؤكد كما ذكرت أنت أهمية وحدة العقيدة العسكرية وما أهمية ذلك والأبطال يواجهون الميليشيات؟ هو لا انتصار بدون عقيدة عسكرية صادقة وعقيدة عسكرية متمسكة بالثوابت الوطنية. بالتالي الجديد في هذا الوهج الذي شاهدناه في الاحتفال ب 26 سبتمبر هو زيادة حجم الخطر والتهديد الذي كان يهدد هذه الثورة الخالدة. لذلك شاهدنا الجميع يتوحد
ضد هذا الخطر. لو لم يكن هنالك خطر داهم وهنالك تهديد حقيقي لهذه الثورة لما شاهدنا الجميع يتفج حولها، بل يوقدها من جديد ويشعلون ثورتها من جديد. وبالتالي هم مستعدون اليوم، رسالتهم واضحة للدفاع عن هذه الثورة. بالتالي وحدة العقيدة هي وحدة المهام. طالما هنالك وحدة في العقيدة العسكرية معناته هنالك في وحدة في المهام، معنى ذلك أن هنالك وحدة في النصر الذي سيتحقق بوجود عقيدة عسكرية حقيقية صادقة ولاءها لله والوطن وللثورة. فبالتالي أتوقع أن ما حدث في الأيام الماضية تجاوز كل الخطوط وكل التوقعات، وسيكون نتائجه حاضر في المستقبل القريب. وكل المؤامرات ضد هذه الثورة، لا شك أن المؤامرات كما تحدثت أن كلما زاد التهديد كلما أوجدت الثورة من جديد في قلوب الأوفياء والصادقين، وهذا ما جعلها هذه المرة مختلفة. شعروا بحجم المؤامرة، شعروا بحجم التهميش الذي حاول البعض أن يشكك في 26 سبتمبر أو أن يوجد لها ند، ولكن شتان ما بين ثورة الحرية وما بين نكبة الخراب والدمار. سيادة المقدمة، ولكن كل ذلك تقابله آذان صماء من اليمنيين بدليل كل هذه الاحتفاليات، وأيضا بدليل مواقع التواصل الاجتماعي التي امتلأت بمضامين والاحتفاء بالمناسبة. لأننا نتحدث عن نكبة، ومن يحاول أن يرسمها غير ذلك على أنها ثورة فهو واهم. تقصد نكبة 21 سبتمبر؟ من الجميع، نعم أنا أقصدها بعينها بذاتها. الجميع تنكر ورفض أن يطلق عليها هذا اللفظ العظيم، والجميع متمسك بثورته الأم الذي جاءت معه كل القيم التي تنشدها الشعوب الحرة، التي تنشدها المبادئ الصادقة، التي تنشدها كل الأوفياء والشرفاء. بالتالي لا يمكن لمن لأي شيء يفتقد لهذه المبادئ أن يحل مكان الثورة الأم 26 سبتمبر. ليس هنالك مجال، بالعكس أنا أشوف أن ما حاولوا إحداثه هو ما أيقظ روح الوطنية وأيقظ روح الثورة والجمهورية والوحدة في قلوب اليمنيين. يعني جنوا ما حاولوا أن يتآمروا به، فكانت ردة عكسية بالنسبة لهم، جنوا نتيجة مؤامراتهم. يشاهد هستيريتهم حتى في مواجهة هذا الزخم الذي حدث في 26 من سبتمبر. طيب أستاذ عبد الله، هل ترى بأن احتفاء الميليشيات بنكبتهم زاد من وهج ثورة 26 من سبتمبر، خصوصا مع كل هذا الظلم الذي قامت به؟ نعم عزيزي الأخي عزيزي الكريم، دعني أوضح لك أن ميليشيات الحوثي أرادت أن تغطي على هذه الفتحة، ولكن صدق الكل حتى منهم في الداخل، حتى منهم داخل مناطق سيطرة الحوثيين، رغم الظروف التي نعيشها تفاعلوا معها في مواقع التواصل والسلام، عيده سلاما للجمهورية وسلاما للمواطن. بينما ميليشيات الحوثي نهب أموال الناس، هذه كانت رسائل واضحة لمنهم في الداخل، واتضحت معنى الثورة، معنى ثورة 26 سبتمبر ومعنى نكبة 21 سبتمبر. صراحة لم نكن نتوقع نجاح هذه الثورة، وهي كانت المخاء التي احتضنتها، ولأول مرة تفاعل الكل معها ووحدت الصفوف أمام نيران الشعلة وهي تشتعل. صراحة دفعت لنا من جميعا، وتعاهدوا على أن يحافظوا على منجزات هذه الثورة العظيمة، وعلى أن ينبوا على درب الأحرار، درب أجدادهم، درب من صنعوا لهم هذه الثورة. من سبتمبر داخل مدينة المخا كانت جميلة ورائعة جدا، حيث أن الكثير معنا ثورة 26 إلى أن وصلنا إلى حكم ما يسمى بالأمر الواقع، هي ميليشيات الحوثي. رأينا الظلم، رأينا القتل، رأينا التشريد، اشتقنا كلنا للجمهورية، واشتقنا للعالم
وصدقنا أن نقول تحية الجمهورية اليمنية بالروح بالدم يفديك يا يم. نكبة 21/6 فورة تعهدت باللعن والموت، لكن فورة 21 حياتها الدنيا نشيدي هي علم الجمهورية يرفرف، هي نيران الشعلة، هي تحقق على منجزات هذه الثورة العظيمة أخي الكريم. نعم الأستاذ عبد الله عسيلي الناطق باسم قوات الزرانيق، شكرا جزيلا لك. كيف سيادة المقدم ركن ياسر، كيف تمثل كل هذه المعنويات وكل هذه التصريحات وكل هذه التحركات لإيقاد شعلة 26 سبتمبر، كيف تمثل إعادة إحياء لأهداف هذه الثورة؟ لا شك أنها رمزية عظيمة، وبالتالي هو تأكيد بأن روح الثورة ما زالت تنبض في عروق اليمنيين وفي شرايينهم وفي وجدان هذا الشعب. من كان يظن أن بعد 58 عام يعني عقود من الزمان أن يخفت وهج هذه الثورة كان واهم، تواجه أو تفاجأ بهذا الزخم الكبير في وجدان اليمنيين، وبالعكس أكد على المؤكد وهو أن الجميع متمسك بهذه الثوابت، وأنه أيضا ما زال اليوم مستعد التضحية عنها كما تم التضحية في فجر 26 سبتمبر. إذن 58 عاما لم تزيد الثورة إلا وهجا وألقا. من يراهن على أن يخفت هذا الوهج أسقطه هذا الاحتفال المهيب من كافة أطراف المكونات السياسية والاجتماعية والعسكرية في اليمن. أعتقد أنها دلالة واضحة بأن شمس الحرية لن تغيب عن هذا البلد، أن شمس الحرية ستظل هي المعيار الرئيسي أو الهدف الرئيسي الذي سيتمسك به كل أبناء اليمن من أقصاه إلى أدناه بكل انتماءاتهم بكل توجهاتهم، هو القاسم المشترك ما بين الجميع الذي لا يختلفون عليه، وبالتالي ستبقى ما بقت السماوات والأرض وما بقى أبناء الشعب يتنفس الحرية. نعم سيادة المقدم، وأنت أشرت إلى من يحاول أن يخفت هذا الوهج، يعني مع كل هذا الوهج وهذه المعنويات والتصريحات أيضا البطولية للأبطال وأيادهم على الزناد من خطوط التماس، هل تعتقد الميليشيات أنها ستخفت وهج ثورة 26 سبتمبر؟ لن تستطيع بعد اليوم الرهان على الوعي الجمعي للمجتمع اليمني. الوعي الجمعي أثبت بأنه متمسك وأنه متفهم وأنه مدرك لكل المؤامرة التي تحاك بالوطن، وبالتالي تفاجأوا جميعا، وأعتقد أنهم سيعيدون حساباتهم سواء في برامجهم الثقافية أو في برامجهم العسكرية، لأن والتمسك وزيادة الوعي لدى المجتمع يغير في المعادلة كثيرا. لا يمكن أن تقوم أي قائمة لأي مكون آخر أو مكون سياسي أو عسكري ما لم يكن هنالك حاضنة شعبية. الحاضنة الشعبية أثبتت هذه الاحتفالات أنها معدومة بالنسبة لهذه الجماعة، وأن الحاضنة الشعبية متمسكة بمبادئها، متمسكة بمنجزاتها، متمسكة بمكتسباتها، فبالتالي عليهم إعادة النظر في الانخراط في المجتمع اليمني وفقا لمبادئه وفقا لثوابته الوطنية، ما لم فإنهم مرفوضين جملة وتفصيلا. نعم، هل تعتقد أنت أنها ستقوم بذلك؟ لا أتوقع طبعا، لأنها هي مأجورة وتنفذ أدوار وأجندات خارجية ليست سوى أداة، فبالتالي لا يمكن أن تكون لها أصلا مبادئ حتى تتمسك بمبادئ الشعب أو بمبادئ المجتمع. هي ولكن ما المفترض أن تفهمه الميليشيات؟ يعني تفهم أن حربها عبثية، وأن المجتمع متمسك بمبادئه، وأنه مهما حاولوا لن يستطيعوا أن ينالوا من هذا الشعب العظيم سوى مسيرة دمار تستمر ومسيرة قتل تستمر. نعم. وبالتالي لن لا يصح إلا الصحيح، سيبقى اليمن شامخ، شموخ جباله عيبان وشمسان ونقم وجبال ردفان، فبالتالي كل الرهانات هي خاسرة. عليهم أن يدركوا ذلك، وأن لا يرتجوا من مشروعهم خيرا أو تغير في المجتمع اليمني. نعم، لا يفترض أيضا أن يتجهوا إلى حقن الدماء من تزج بهم وتتجه إلى السلام الحقيقي.
هي لا تؤمن بالسلام أصلا كفكرة، هي السلام بالنسبة لها هو استسلام، فبالتالي لا تؤمن بسلام إلا وفقا لما يوافق رؤيتها بأن يسلم المجتمع جملة وتفصيلا للحياة تحت يعني مطرقتها وسندانها. فبالتالي أي حديث عن السلام مع هذه الجماعة هو حديث عن وهم وسراب لا يمكن أن يجد الطرف الآخر مداه. فبالتالي لا تؤمن بالسلام، إنما يجب أن تروض بالقوة، حتى لأن القوة هي من تصنع السلام ليس غيره. نعم، ابقى معي سيادة المقدم ركن ياسر صالح إذا سمحت. ينضم معنا العميد عبد المجلي المتحدث باسم القوات الحكومية، مرحبا بك. يا أهلا وسهلا بك العزيز. نعم، حدثنا أكثر عن معنويات الأبطال في الجبهات، وأيضا وهج إيقاد الشعلة في مختلف الجبهات وما دلالة ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك. نهني شعب اليمني وجيش الوطني ونهني قوات المجتمع والأمن. نعم، هل تسمعني؟ سنعود الاتصال بك عميد عبدو مجلي المتحدث باسم القوات الحكومية. سيادة المقدم ياسر، يعني إذا سبتمبر أعاد توحيد كل اليمنيين، لماذا لا تكون أهداف ثورة 26 سبتمبر هي الجامع لكل القوى الوطنية للتخلص من الكهنوت؟ الأهداف 26 سبتمبر هي ثوابت وطنية لا يمكن أن تتغير ولا يمكن لأحد تجاوزها، وأي حزب أو مكون سياسي يحاول تجاوز هذه الست المبادئ فهو خارج عن الدستور اليمني، لأن الدستور اليمني أنبثق من 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 الست الأهداف الواضحة، فبالتالي لا يمكن لأحد تجاوزها وليس مقبول من أي أحد تجاوزها. الجميع متفقين عليها، وإنما البعض يحاول أن يتدارى خلفها أو يحاول أن يتجاوز جزئيات بسيطة منها، لكن هذا الكلام غير مسموح جملة وتفصيلا. إنما ما نريد أن نقوله أنه يجب الجميع أن يتوحد حول هدفها السامي وأهدافها السامية، وأن يطبق ذلك على الأرض، على 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 أجندات حزبيته، على برامجها السياسية، على برامجها الاقتصادية، على برامجها الاجتماعية. يجب أن تتحول هذه المبادئ إلى أفعال موجودة على الواقع تنفذها جميع مكونات المجتمع اليمني، حتى يجد المجتمع اليمني ذلك حاضرا أمام عينيه وليست مجرد شعارات. الجميع متمسك بها، ومن يريد أن يكون جزءا من المجتمع اليمني أو أن يحكم المجتمع اليمني يجب أن يتمسك بهذه المبادئ. بدون هذه المبادئ لن يكون أي طرف مقبولا لدى الشعب، ولن يكون شرعيا وفقا للدستور الجمهوري اليمني. لا يمكن أن نتحدث على أن هناك أطراف يعني تتجاوز هذه المبادئ الستة وأن تكون جزء من المشهد السياسي اليمني. على الإطلاق لا يمكن أن تكون جزء من المشهد السياسي اليمني، مخالفة تماما لروح الدستور اليمني المنبثق من المبادئ المتفق عليها، والتي اصلا هي شامله لجميع مناحي الحياه، ولا يمكن ان يجدوا حتى بندا سابعا للاضافه الى هذه الاهداف، لانها اهداف شملت جميع ما يتوق اليه المجتمع بشكل عام، سواء المجتمع اليمني او مجتمع اخر. نعم، وفي هذه الجزئيه يعني، وحتى تكتمل فرحه اليمنيين ويتحقق لليمنيين ما يتوقون إليه كما تفضلت أنت، يعني ما المفترض أن يتم بعد كل هذا الوهج؟ يجب أن يستحضر روح سبتمبر في كل أبناء الشعب اليمني بكافة شرائحهم، العسكريين والمدنيين. يجب أن تفضل الروح السبتمبرية ترافقهم في كل أفعالهم على الأرض، وبالتالي يجب أن تستغل أيضا من النخب القيادية ومن أصحاب القرار السياسي أو العسكري بالاستفادة من هذا الزخم الشعبي الذي حدث بمرافقة 26 سبتمبر. يجب أن تنبثق قراراتهم من روح هذه الثورة السبتمبرية، حتى تجد هذا التجاوب الشعبي السبتمبري أيضا، ويكون جاهز لتحقيق أو تنفيذ كل الأوامر التي تصدر تحت هذه المظلة التي جمعت كل اليمنيين حولها. بالتالي أنا في اعتقادي أن هنالك
ظاهرة اجتماعية واضحة للعيان يجب الاستفادة منها سواء عسكريا أو اجتماعيا، وفي الجانب العسكري أو الجانب المدني يجب الحفاظ على هذه الروح بالمزيد من عمليات التعبئة العامة، بمزيد من عمليات التوجيه المعنوي لهذا المجتمع حتى يتمكن من الخروج من هذا النفق المظلم أو الثقب الأسود الذي يحاولون أن يعودون إلى ما خلف إلى ما قبل 26 سبتمبر. المقدم ركن ياسر صالح الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك، وبانتظار التواصل مع العميد عبد المجلي المتحدث باسم القوات الحكومية. كنا قد سألناه عن معنويات الأبطال وأيضا وهج إيقاد الشعلة ودلالات ذلك، وقد يعني تحرك الأبطال وأيضا في الخطوط التماسية في مختلف الجبهات التي تواجه الميليشيات الحوثية لإيقاد شعلة ثورة 26 من سبتمبر، في دلالة واضحة على احتفاء اليمنيين بهذه الثورة وعدم سماحهم لعودة الماضي الكهنوتي من جديد. وقد ذاق الآباء والأجداد مرارة هذا الحكم، واليوم يتجرع أبناء الشعب اليمني أيضا المرارة والظلم، ويعني كل الأساليب التي قد تتشابه إلى حد كبير من ضمنها التجهيل. وقد يعني قامت الإمامة سابقا بمحاولة عزل الشعب عن العالم الخارجي وتجهيل الشعب أيضا، ويعني القول للشعب إن كل هذا العزل وأيضا التجهيل هو لمنع الاستعمار، ويعني وأساليب ويعني عدة خطوات كانت تقوم بها الإمامة. اليوم الميليشيات تقوم بخطوات مشابهة ولكنها تصطدم بوعي الشعب اليمني، وأبرز وأبلغ دلالة هذا الإجماع من الشعب اليمني على إيقاد شعلة ثورة 26 من سبتمبر والاحتفاء بها من الخطوط الأمامية وفي كل محافظات الجمهورية، حتى من هم في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية يعني فرحوا بهذه المناسبة، ويعني في ظل كل الظلم الموجود، ولكن ستعود الفرحة لليمنيين. أيضا اليمنيون في مختلف المناطق ومختلف دول العالم احتفلوا بهذه المناسبة، مواقع التواصل الاجتماعي أيضا يعني احتفل اليمنيون بها بمختلف، وتغيرت المضامين أيضا وتحدثت عن أهمية يعني أهمية أن يتجه اليمنيين لتحقيق أهداف ثورة 26 من سبتمبر في ظل المؤامرات التي تحاك ضدها اليوم. إذن أشكر كل ضيوفي في هذه الحلقة والمشاهدين الأعزاء، في أمان الله. رفضناهم ودفلناهم وأهلنا عليهم التراب.